من أبرز المشاكل الصدرية هي الإصابات بذات الرئة. بهالمرض هو مزمن وممكن يسبب وفاة بحال عدم العلاج الصحيح أو الإهمال فيه، خصوصاً إذا تأخر أو تأخر المريض عن تلقي العلاج المناسب. تفاصيل كثيرة رح نعرفها من الدكتور محمد هادي العقاد الاختصاصي بالأمراض الصدرية. مساء الخير دكتور. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. دكتور خلينا نحكي بداية، شو المقصود بذات الرئة؟ طبعاً أنا في عندي شيء اسمه إنتان طرق تنفسية، هدول فينا نقسمهم لقسمين، طرق تنفسية علوية اللي هي من الحنجرة بالعوم أنف جيوب، وطرق تنفسية سفلية اللي هي القصبات والرئة. فهو ذات الرئة هي عبارة وقت بيوصل العامل الممرض بيجتاز القصبات وبيوصل على النسيج الرئوي والأسناخ الرئوية، وقتها بنقول إنه هي اسمها ذات رئة. تمام. طب دكتور شو الأسباب، شو بتشمل؟ طبعا نحن أشياء أسباب لذات الرئة هي الجرثومية. طبعا جرثوم بفوت بيعبر القصبات بيوصل على الرئة بسبب ذات رئة. في أسباب فيروسية مثل ما شفنا بالكورونا وبالإنفلونزا سابقا بيساوي ذوات رئة. أسباب أقل حدوثا اللي هي مثل ذوات الرئة الفطرية أو السل، كلها هي بتساوي ذوات رئة وتؤدي لأعراض ذوات الرئة. تمام. طب دكتور إجمالا بالإصابات التنفسية الأعراض كتير بتكون متشابهة، شو اللي بيميز أعراض ذات الرئة عن غيرها من الأمراض الصدرية؟ تمام. هلأ نحن في عنا وقت بيوصل الجرثوم أو الفيروس للرئتين بسبب زلة تنفسية أو ضيق نفس. هلأ هي بالإصابة العلوية ما بتصير، سعال مع قشع بيكون بلون أخضر، كمان هذا غالبا بيكون مصدره قصبي أو رئوي. طبعا نزول الأكسجين، إذا نقيس أكسجينه للمريض بنلاقي نازل بذوات الرئة، بينما بالإصابات العلوية ما بيكون في نزول أكسجين. عدا ذلك الفحص السريري والاستقصاءات الشعاعية أكيد بتميز لنا بين الاثنين. تمام. طيب دكتور هل يا ترى الإصابة بذات الرئة ممكن يكون لها علاقة بإصابة بأمراض أخرى؟ تكون هي الأمراض الأخرى سبب ذات الرئة؟ طبعا. هلا نحن ذوات الرئة عند الإنسان السليم غير عند الإنسان اللي عنده مشكلة. فمثلا المرضى اللي عندهم نقص مناعة بسبب مرض بينقص لهم مناعتهم أو بسبب أدوية مثل الكورتيزونات أو مثبطات المناعة، هلا هدول المرضى معرضين لذوات الرئة أكثر من غيرهم. المدخنين، التدخين بيقلل حركة الأهداب تبع القصبات اللي هي بتدافع عن الرئتين، وبالتالي ممكن يصاب بذوات رئة أكثر. اللي عنده مرض رئوي مزمن مثل تليف الرئة، مثل توسع القصبي COPD اللي هو انتفاخ الرئة، طبعا هدول معرضين أكثر. كمان الكبار بالعمر أو اللي عندهم أمراض عصبية كمان هدول بيكون عندهم شردقة متكررة، وبالتالي ممكن يفوت شيء من الأكل أو من مفرزات المعدة إلى الرئتين، وبالتالي بتسبب ذوات رئة. فأكيد في ناس معرضين أكثر من غيرهم لذات الرئة. تمام. دكتور قبل ما أسألك ونحكي عن المضاعفات، بس حابة أذكر المشاهدين أنه فيهم يسألوا الدكتور أي سؤال بيخطر على بالهم على الرقم 9342. دكتور نحكي شوي عن المضاعفات، شو ممكن يصير في حال نحن أهملنا ذات الرئة أو في حال حتى نحن كنا عم نعالجها؟ طبعا. لوين ممكن نوصل؟ في عندي ثلاث طرق ممكن تروح. أول طريق إذا كان المريض كامل مناعته، ما له مدخن، ما عنده مرض مزمن، والجرثوم اللي مسبب له هالقصة ضعيف أو يعني ما له من النوع المعند، فممكن يصير شفاء عفوي، يعني ينصاب فيها بيسعل له كم يوم حرارة وتشفى لحالها. الطريق الثاني هي أنه تتطور وتساوي قصور تنفسي، تساوي مشكلة قوية تضطر لمشفى، لعناية مشددة، لدعم تنفسي بالتهوية الآلية، فكمان هي هذا الطريق وارد. الطريق الثالث هي تتجه نحو الإزمان، يعني تساوي مثلا خراجة رئوية، يتجمع الجرثوم بمكان ما ويساوي خراجة، أو تساوي تقيح جنب، يعني أنه قيح حوالين الرئة، وهي غالبا بتحتاج لتداخل جراحي لحتى نفضي هذا القيح. فنحن عنا أمام ثلاث طرق للجرثوم اللي ممكن يتجه نحوه، حسب مناعة الشخص، حسب قوة الجرثوم، وحسب شدة ذات الرئة. تمام. دكتور كيف نقدر نشخص أنه معنا ذات رئة؟ هلأ نبدأ أول شيء من الأعراض المريض، مثل ما حكينا نحن أنه في أعراض موجهة لذات الرئة اللي هي ممكن اللهتة، ممكن السعال مع قشع. الفحص السريري، نحن وقت منحط السماعة على رئة المريض ممكن نميز إذا أنا في عندي مشكلة رئوية ولا قصبية، بيكونوا مختلفين عن بعضهم. الصورة الشعاعية بتأرجيني أنه أنا في عندي ارتشاح بالرئة، هذا يشير إلى ذات رئة. تحاليل مخبرية، ممكن أطلب مشعرات الإنتانية، التعداد، CRP، هدول بلاقيهم مرتفعين فبيشيروا لي أنه في عندي إنتان هام رئوي. يعني إجمالاً هدول الشغلات اللي ممكن أنا أطلبهم لتشخيص ذات الرئة. في استقصاءات تانية اللي هي بتكون مو عند كل المرضى، مثل زرع القشع، خلي المريض يطلع قشع ونبعته للزرع إذا شاكك أنا أنه في جرثوم معند، فممكن أنا أطلبه. شفنا بالذوات الرئة الفيروسية أنا عم بطلب PCR مسحة بالعومية وPCR لحتى شخص إذا هذا كورونا ولا انفلونزا.
فهدول كل حاله بحالتها ممكن نطلبهم لشخص انا نوع العامل الممرض. تمام. طب دكتور نحكي شوي على الشق العلاجي، اذا المريض لا سمح الله انصاب بذات رئه، هل هذا بيستدعي وجوده بالمشفى او الاقامه بالمشفى حصرا لحتى يتعالج؟ لا، اكيد مو كل المرضى بنقبلهم بالمشفى. انا في عندي كرايتيريا حسب عمر المريض، حسب اعراضه، اذا في عنده لهثه قويه ولا لا، اكسجينه اذا نازل ولا لا، في عنده هبوط ضغط، في عنده اصابه كلويه، تغيب وعي، هدول كلهم بدنا نحولهم اكيد على المشفى، وفي منهم غرفه بالمشفى وفي منهم عنايه مشدده. اما اذا مريض عنده لهثه خفيفه، عنده اعراض بس سعال، اكسجينه مقبول، فممكن انا اعالجه بحب فموي، صادات فمويه، وابعته على البيت. ونسبه استشفاء المشفى كثير عاليه؟ هعمل لك حسب الشخص، يعني اذا شخص مناعته منيحه واعراضه ما لها قويه ممكن لا، بس اما المرضى الكبار بالعمر اللي عندهم مشاكل مزمنه، هدول غالبا عم يحتاجوا لمشفى. تماما. طيب دكتور، قد ايه المده لحتى يشفى فيها المريض، وشو هي اله العلاج؟ هلا اول شيء المده بدنا نقسمها لقسمين، مده العلاج ومده الشفاء. العلاج عادة لذات الرئة بتتراوح بين 7 ل 14 يوم حسب نوعه وحسب جرثوم المسبب، بس نحن مو معناتها انتهاء العلاج يعني الشفاء، لأنه نحن مرقنا على حالات انه بينتهى العلاج ولكن الرئة بدها وقت لترمم، وهي شفناها كثير بالكورونا، انه الشخص نقضي على الكورونا، على فيروس الكورونا، ولكن الرئة بدها وقت لترمم، فبيتم عنده لهثة، بيتم بيحتاج الأكسجين لفترة. فهي عادة العلاج من 7 ل 14 يوم، ولكن الشفاء بيختلف، إذا كانت خفيفة ممكن تنتهى خلال هالسبع 14 يوم، أما إذا كانت شديدة ممكن تحتاج أحيانا أسابيع لحتى تشفى بشكل كامل. تمام. هلا أغلب الحالات اللي عم نواجهها دكتور هون بسوريا إنه المريض لما بيصير معه سواء ذات رئة أو غيره بيروح عند الصيدلي وبياخذ دواء التهاب لحتى يريح حاله. طيب في حال هو كان آخذ دواء التهاب وغلط وصار في عندي إهمال للحالة، نحن لوين ممكن نوصل؟ هلا الأدوية الالتهاب وقت عم ياخذها بشكل متكرر عم تساوي تعنيد، وبالتالي الجرثوم اللي عنده حيكون معند، يعني ما حيمشي عليه اي دواء، وبالتالي هذا الجرثوم اول شيء حيساوي له حاله شديده، ثاني شيء حنضطر انه نقبله بالمشفى نعطيه ادويه واسعه الطيف لبين ما تطلع نتيجه زرع القشع ونعرف شو جرثوم، وبالتالي كثره تناول الصادات عم تحرمه من فرصه انه يتعالج بدواء التهاب فموي ويروح على بيته، عم نضطر بقى نقبله بالمشفى نعطيه ادويه التهاب بالوريد لحد ما يتحسن. تمام. طيب دكتور شلون بنقي حالنا من الاصابه من ذات الرئه؟ طبعا اول شيء كانوا عم يحكوا بالتقرير عن النظافه الشخصيه، اكيد نتعود نغسل ايدينا دائما، العوده من العمل، العوده من المدرسه، طبعا اذا شخص عنده اعراض تنفسيه، عنده حراره، اكيد لازم ما يختلط مع الاخرين، وهي كثير نحن مارسناها بجائحه الكورونا. لقاح الانفلونزا ينصح به عالميا لكل افراد العائله من عمر الست شهور وحتى الكهولة، فضروري لقاح الإنفلونزا لأنه هي شائعة كتير. لقاح الكورونا أكيد نصحوا فيه، يعني ولساتنا عم ننصح فيه لأنه الكورونا ما بنعرف إمتى بتساوي جائحة أخرى. في لقاح اسمه المكورات الرئوية، هذا مو للكل، بيعطوه للأشخاص اللي عندهم مرض رئوي مزمن مثل ربو، مثل انتفاخ رئة، تليف رئة، كمان هذا لازم ياخدوه. طبعا صحة الجهاز التنفسي كتير مهم نحافظ عليها عن طريق الرياضة وعن طريق إيقاف المخرجات مثل الدخان، مثل الأرجيلة، الدخنة، الغبرة، هدول كلهم كمان بيضعفوا مناعة الجهاز التنفسي. تمام. دكتور شو بتحب تقدم نصائح للأشخاص، خصوصي هلأ انتشر التدخين كتير آخر فترة بكافة أشكال؟ تمام. هلأ التدخين مشكلته سواء تدخين ولا أرجيلة، نحن هلأ بالصيف الأرجيل بنلاحظها كتير منتشرة. صحيح. يعني هي عمليا حرق للرئتين وللقصبات، عم يفوت الدخان، عم يضر الأهداب الرئوية اللي هي بتدافع عن الرئتين، عم يؤدي لأعراض مزمنة مثل سعال، مثل قشع، مثل انتفاخ رئة، كمان عم يؤدي لأعراض بعيدة الأمد أو أمراض بعيدة الأمد مثل سرطانات الرئة، فيعني نحن ليش لنضر حالنا بإيدنا؟ صحيح. فيعني نتجنبه من أول شيء قبل ما يصير معنا شيء، أحسن ما واحد يصير معه مشكلة وبعدين يا ريتني ما دخلت. مثل ما بقولوا بتوقع الفاس بالراس. تمام. تمام دكتور، شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم.